واش رايك مسيو في السوجي تاع المروك حيت نحي عيد الاضحى؟ واش نقول لك، يعني المروك مرحله عويصه وصعبه، هذا غضب من الله عز وجل. انسان باش ينحي عيد كبير وينحي سنه ابراهيم عليه السلام، بنادم يطيح في الكفر، باسكو معروف المغرب عندها طبع مع اسرائيل. قال الله في كتابه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني معروف اليهود يحبوا يطمسوا المسلمين، والمغرب دخلت في اللعب تاعهم، يعني طاحوا في الحكام تاعهم ليتحاسبوا امام الله يوم القيامه. هذا كفر بالله عز وجل. انسان مشي ناحي عيد كبير كفر على الله عز وجل. هذه سنه ابراهيم، ومعروفه العيد سنه ابراهيم عليه الصلاه والسلام، فيها الحج، فيها النحر، فيها الرجمات تاع اللي كانوا في الحج. يعني مرحله عويصه وصعبه، وانا ما استغربش طحنا في اعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تاتي سنين خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامن. وانا ما استغرب كما جاء في اعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من علامات اخر الزمان، يتقارب الزمان، يقبض العلم، يلقى الشح، ويقبض العلم، يلقى الشح، وتكثر الفتن، ويكثر فيه الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول؟ هو القتل. هذه هي من تشابه بقوم فهو. واليهود والنصارى ما يحبوش دين الله عز وجل، هذه يحبوا يحاربوا المسلمين بالشعائر الاسلام. قال الله في كتابه: ومن يعظم شعائر الله ذلك من تقوى القلوب.